أنا سولك واحد سؤال باغي تحتفل. طيب غادي نسولك سؤال واحد، اي احتفال كيف ما كان بشي شخصيه من الشخصيات، عيد الام، عيد الاب، عيد الجد، عيد العمه، عيد الخال، عيد التراكتور، عيد الصابونه، عيد ما عرفت شنو هو، هاد الاعياد هذه اللي كيقولوهم لنا كل نهار. مي كيقول لك مثلا عيد الام كتمشي كدير لها شي كادو ياك، حنا هبجدنا انك باغي تحتفل بعيد المولد النبوي سميتي عيد وغتحتفل به. ايوا كل احتفال كتمشي تدي كادو لامك في عيد الام، كدي كادو لمراتك في عيد المراه ولا لاختك، كدي في عيد الحب كدي كادو للزوجه ديالك. أسيدي أنت باغي تحتفل بعيد المولد النبوي، اعلم إن كنت محتفلا بعيد المولد النبوي، إن كنت محتفلا بذكرى المولد النبوي، فاعلم أن هديتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك الربا. إن كنت محتفلا، إن كنت محتفلا فاعلم أن هديتك لرسول الله أن تترك الزنا. إن كنت محتفلا فاعلم أن هديتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك الغيبة والنميمة. إن كنت محتفلا فاعلم أن هديتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتركي التبرج يا أختي الكريمة. إن كنت ستحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمي أن هديتك له أن تتركي قول الزور والبهتان. إن كنت يا أخي الشاب ستحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الهدية التي ستقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك الوشم، أن تترك سب الرب سب الدين، أن تترك لبس الحرير ولبس الذهب الذي ابتلي به الرجال من أمتنا للأسف. للأسف انخدعنا بالاحتفالات وانخدعنا بهذه الأيام، هذه احتفل بالعقوق تيقول يوم عالمي للأم وعقها العام السنة كاملة، داروها الأوروبيين حيت ما عندهمش على شحال سميتها البر، تيتفكرها مرة في العام. جينا حنا درناها النبي صلى الله عليه وسلم هاك رسول الله ها نهارك السلام عليكم ربي، جاي رمضان هاك ها وصلاتك ربي سلامة، جاي عيد كبير هاك ها ذبيحة سلامة، والباقي إنسان يعيث في الأرض فسادة. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان.